اخر شيء الان راح نحط الاي تي تي بير باسنجر افريج ترافلينج تايم 1 بير باسنجر، لكن مش داخل في البوردنج والالايتنج. راح يكون عباره عن هذول. هلا بدنا نحاول نبسط هذول. هذول بيصير عندي اس بلس 1 على اس مضروبه هون في اتش على اس في دي اف على في ناقص. ايش رايكم نحط هذه لحالها نفصلها، فنخلي اتش على اس في اس بلس 1 على اس. مضبوط هيك؟ اس بلس 1 على 2 اسف. فهذول انا راح ابدلهم احطهم، وهلا راح تشوفوا ليش. هاي هذا الجزء، هذا على فكره اللي هو الاتش اللي ناتج عن اتش في دي اف على في. انا ضل عندي ناقص واحد هون، فراح اجيب عندي ناقص دي اف على في بايش مضروب؟ في اس بلس 1 على 2. وهذا في ايش مضروب؟ اتش بلس 1 على 2. هلا الاس بلس 1 كمان مضروب في هدول كلهم، فهذا مضروب في هذا الجزء. بعدين عندي هدول الاجزاء اللي هم اس بلس 1 على 2 مضروب في تي اف زائد تي دي او زائد تي دي سي. هلا بقدر ابسطه. هذا اخر شيء عندي هون تي بي بي ماينس 1. لكن اذا بدنا نشمل التعريف نصحح التعريف الان. From start of boarding ونعمله end of alighting، ايش لازم اضيف؟ بدي اضيف 2 تي بي، فحتى اضيف 2 تي بي بقول زائد 2 تي بي. هيك صار هذا التعريف صحيح زي التعريف اللي عرفنا اللي هو 1 مضبوط، وهذا صار 1. هلا هاي بتصير خلص بتصير بي بلس 1 مش هيك؟ بي بلس 1 في تي بي، فاخر شيء راح احطهم بي بلس 1 في تي بي. هاي ما اختلفتش شيء من هون. هلا هذا الجزء بينزل زي ما هو اللي هو اس بلس 1 على اس. هلا لاحظوا اس بلس 1 على اس قديش تقريبا قيمتها ات لارج اس؟ واحد. تقريبا واحد. فشو صار عندي ضل هون اتش على 2 في دي اف على في؟ شو بذكركم هذا؟ قانون الار تي تي. قانون الار تي تي شو كان هناك؟ 2 اتش. فهون كانه احنا نزلناها لربع القيمه. لاحظوا ليش لربع القيمه؟ مضبوط انا وصلت اتش، بس في ناس طلعوا هون، في ناس طلعوا هون، في ناس طلعوا هون، فاون افريج كانه الناس طلعوا نص المسافة هاي اللي هي نص اتش، بس الراوند تريب تايم شملت اتش طالع واتش نازل، فهذيك كانت 2 اتش وهاي نص اتش، فبتصير عندي هاي اتش على 2 دي اف على بي. هلا هاي خلينا نحطها بشكل مرتب، مش مرتبة هلا من هون. نحط اس بلس 1 على 2 برا. شو كانت عندي في الراوند تريب تايم؟ اس بلس 1، هلا صارت اس بلس 1 على 2. وجوا شو بصير عندي؟ هلا بصير عندي تي اف ماينس دي اف على في زائد تي دي او زائد تي دي سي، وبجمع لها ستار ديلي مثلا، بطرح منها الادفانسد اوبننج اللي انتم شفتوهم هناك اذا بدكم، بس انا هون اهملتهم. وهاي اللي هي كلها راح تصير تي اس. لاحظوا هاي كانت عندي 2 بي، صارت النص تقريبا نص القيمه اذا اهملنا الواحد اللي هون، وهاي تقريبا صارت نص، هاي نص القيمه، وهاي تقريبا صارت ربع القيمه الاصليه، كانت 2 اتش صارت اتش على 2، لانه اس بلس 1 على اس تقترب ابروتشز، يعني اس 7 مثلا راح تكون 8 على 7 تقريبا 1، 1 اكبر شوي من 1. اذا هذا هو التعريف تبع اي تي تي. شو مشكله هلا هذا التعريف؟ ايش الكونديشنز اللي فرضناها؟ اصعب كونديشن هو الريتد سبيد اتين التوب سبيد، بقدرش استعمله لعمارات كثيره. وين انا بحتاج الافرج ترافلنج تايم؟ ببدا احتاجه لما بدي اقرر اقسم العماره تو زونز ولا ما اقسمها تو زونز. اوكي خلينا نحكي عنه هلا هاي، لانه هذا او بحكي عنه المره الجايه.